بالفيديو السابق أصدقائي حكيت عن كرت شاشة مقدم من شركة جالكس، واللي حكينا أنه هو من الفئة يعني تعتبر الاقتصادية 3060 Ti، يعني اقتصادية لمتوسطة، يعني الدرجة الأولى أو من المتوسطة. ولحتى نكمل هاي التجميع الكامل اللي تكون اقتصادية من جالكس، اليوم رح نحكي عن بعض يعني القطع اللي بتكمل لنا موضوع الجيمينج، وعن كيس أكيد مقدم من جالكس. كل هاي التفاصيل رح تكون بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعنا بهذا الفيديو اللي رح نحكي فيه عن بعض المنتجات المقدمة من شركة جالكس. بلش من الصغير للكبير، والبداية عنا رح تكون مع هاي الماوس المقدمة من شركة جالكس، بتيجي تحت اسم جالكس سلايدر 3. نتعرف عليها بشكل سريع، نفتح الصندوق ونتفرج عليها كله أمامكم. بصراحة هاي لسه التجربة الأولى، هذا الشكل. راح نشوف هاي الماوس معنا. طيب قبل ما نتحدث عن تفاصيل هاي الماوس، خلينا نشوف هون يعني بعض المواصفات اللي بتيجي على البوكس. بالاول حاط لك انه هي RGB، واكيد موجهه للجيمرز اللاعبين. الشغله الثانيه هون بحكينا عن كبسات، وانه في عنا اكيد الكبسه الاساسيه الليفت والرايت والسكرول، وعنا كبسه DPI، وايضا في عنا كبسه للLED التغيير، وعنا هون فورورد باكورد، ايضا كبسات على الجنب. DPI الحساسية فيها بتوصل لحد 7200، اكيد ادجستبل، بنحطها احنا على يعني الشكل اللي بيناسبنا. واخر شيء فيها هاي سبع برامج امكانية تخصيصها. اخر شيء بحكي لك عن المسكة انها مريحة للاعبين. طيب هذا الحكي احنا بدنا نجربه بالواقع. وهون ايضا هاي البطاقة، او مفروض انها كتالوج بسيط وسريع، نحطها جنب. نشوف احنا التصميم تبعها والكواليتي، هذا الشيء بيهمنا اكيد. خلينا نفك هذا الكابل اللي ملفوف بطريقة. أنا هذا الكابل بصراحة طوله جيد، الكابل بريدد يعني مغلف. احنا عم نحكي عن منتج من المنتجات الاقتصادية، لكن جاي بكابل طول منيح، اعتقد متر ونص تقريبا، وجاي مغلف الكابل. طيب شغلة ثانية الآن المسكة، الماوس تعتبر يعني نوعا ما مريحة لكن نازلة شوي لتحت، فاللي بيحبوا هاي الماوسات بتناسبهم. أنا التصميم صراحة جميل، من هون جاي هيك مت وملسة، ما فيها لمعة فما بتبصم الإيدين. على الجناب في حركة هاي الإضاءة الـ RGB، ومن الخلف عنا حركة الإضاءة. طيب نشغل الماوس ونشوف كيف الإضاءة راح تكون فيها. طيب الآن مثل ما ملاحظين عنا الإضاءة بتكون على الداير كاملة، وحتى هون بالسكرول عنا هاي الإضاءة. من هون من LED هذا فينا احنا نتحكم بالإضاءة، فبنعطي كل التأثيرات اللي عنا. شايفين عنا مجموعة من التأثيرات اللي بتناسب انه اللاعبين والجيمرز اللي بيحبوا حركات الـ RGB. الآن خلينا ننتقل لتجربة الماوس، يعني بنحكي عنها بشكل سريع على الألعاب. الآن بالنسبة للألعاب أكيد الشوتينج بدنا أكيد ماوس تعطينا هاي السرعة وهاي الحساسية، وهذا الشيء بيرجع لكل لاعب كيف بيحب. فأنا ما عانيت فيها بمشاكل، كنت أتمنى بس لو تكون شوي أعلى بحيث تناسب إيدي، لكن هذا بيختلف من مكان لمكان. أيضا راح نلاحظ هون حتى في عنا يعني اللوجو جالكس أيضا بيجي مضيء. فحركة الماوس لطيفة جميلة بالنسبة لماوس احنا بنحكي عنها اقتصادية، هاي بشوفها انا مناسبة بالنسبة للاعبين اللي حابين يبدأوا مع هيك ماوسات. طيب ننتقل للمنتج الثاني. طيب اما المنتج الثاني معنا اصدقائي، واللي هي سماعات ايضا موجهة للاعبين، مقدمة من جالكس تحت اسم جالكس سونر 4. طيب تفرج عليها بشكل سريع على البوكس، حاط لك انه هي كمان RGB جيمينج هيدسيت، فهي موجهة للاعبين نفس الوقت فيها RGB. لو طلعنا شوية مواصفات فيها من الخلف راح نشوف انه عم بيعطينا التصميم تبعها. هون حاط لك انه جلد فيها سبورت ل 7.1 فيرتشوال سراوندد ساوند، فهي بتعطيك صوت محيطي كامل، فلو في عندك حدا من الاعداء هاجم برمي عليك من اليمين من الشمال فانت راح تسمع كل شيء. بحكي لك انه فيها سماعاتها بجودة عالية، بالإضافة ل يعني هاي لينجث أدجستبل هيدسيت كمان لتظبيط الارتفاع تبعها. الميكروفون بروفيشنال مايكروفون، كل شيء احنا راح نجربه الآن، وبنفتح صندوق ونتعرف عليها. طيب يا جماعة، بوكس جوا بوكس جوا بوكس، افتح
صراحة بالعكس. طيب هاي السماعة. أوه كيبلات جميل. طيب مباشرة أول ما طلعها راح تلاحظ عندك إنه الكيبل طويل، أمر مرحب فيه بشكل كبير جدا. ليش الآن؟ لأنه طويل، يعني هلأ بتشوف أول شيء هذا هو الكيبل طويل، أقل شيء هذا فيه أعتقد مترين، نعم طبعا يو اس بي، وهون في عنا هاي الإضافة وين المفروض تتركب. أوكي فينا هاي أيضا نركبها بنفس هذا الكنترولر هذا الشكل، نوصلها ب يعني الشيء اللي احنا بدنا نستخدمه. طيب نبلش اول شيء بتصميم هاي السماعة. في عندنا كمية من البلاستيك كمان. طيب يا جماعة اول شيء بنلاحظه انه السماعة راح تكون الداخل جلد، فهذا الشيء لازم يعني بعد التجربة راح اعطيكم اكيد شو صار معي، لانه ممكن انا بحكي انه تكون بتحمي شوي الامور. طيب بالنسبة لهون تنفع لأي راس مهما كان كبير، فهذا شيء جيد. حبيت الحركة الموجودة هون، يعني بصراحة بتعطيك انها جيمينج، لان هاي الكنترولر عنا ايضا في عليه بلاستيك. طيب شو في على الكنترولر؟ عنا خفض الصوت ورفع الصوت، وعنا التحكم اعتقد هي بالاضاءة، نعم، وعنا هون كتم المايك بشكل مباشر. طيب نوصلها ونتفرج على الاضاءة. طيب اصدقائي يعني مثل ما شايفين الاضاءة فيها بصراحة جميلة، حتى نورجيكم اكثر كيف بتأكيد ما راح تشوفها انتو عم تلعب، بس اللي حواليك راح يشوفوها راح تكون بهذا الشكل. بصراحة حركة الاضاءة جميلة، يعني RGB كامل عم بيمشي. أنا كوني حاطة على راسي فتجربتها بصراحة خفيفة، ماني حاس بهذاك الوزن، ما فورا بصير في حرارة، ما بعرف إيه. هلأ رح نجربها على اللعب وبرجع بحكي لكم على التجربة الطويلة. هاي المايك هون مثل ما شايفين رح يكون بمكانه، ما بنضب المايك لكن بيتحرك معك لأي جهة بدك إياها، وما في عنا هون اللي هو عازل للهواء للرياح، ما في اعتقد، كنت بتمنى لو كان موجود. طيب نروح الان لتجربه المايك وبنرجع لكم. طيب اصدقائي الان احنا بتجربه المايك، وهيك الطرف الثاني راح يسمعك. انا الان عم بحكي من نفس المايك، ما في اي تعديل على الصوت، الامور كلها يعني انتم عم تسمعوها بهذا الشكل. اذا انت عم تحكي على الديسكورد، اذا انت عم تحكي على اي لعبه، على اي برنامج، الطرف الثاني راح يسمعك. فخبروني يعني هل مثلا موضوع كونه هم في عازل للرياح للهواء اللي يعني عم بيطلع مني مأثر شيء، صوت واضح؟ يعني بالنتيجه احنا بدنا مايك يكون مفهوم، اما مو مايك احترافي اكيد، لانه بالنتيجه هي سماعات لشغل جيمز، فهيك بيكون الصوت. طيب اصدقائي مثل ما شايفين الان تجربه اللعب، يعني عم العب العاب رمايه شوتينج، بصراحه عم بسمع كل الخطوات، عم بسمع كل يعني الرمايات من كل الاتجاهات، ما عندي فيها اي مشاكل. نعم وما هو يعني سراوند حقيقي مثل ما تحكي، بس موجود وعم بسمع كل شيء، فبرجع باكد يعني كسعر مقابل هاي المواصفات انا بشوفها جدا جيده. على اللعب لفترات يعني لعبت فيه بصراحه تجربه امتدت لتقريبا ساعه ساعه وشوي، ما شعرت بدرجات حراره عاليه باذاني، لكن ما بعرف ممكن اذا بتلعب اكثر من هيك ممكن شوي تبلش يعني اذا الجو عندك حامي انها تحمك، كونها يعني من هون قريبه من الجلد يعني نوعا ما من الجلد، فهذا الشيء خليه ايضا ببالك. الآن غير هيك أنا ما عندي عليها أي ملاحظات بصراحة، يعني استمتعت بتجربتها كونه عم نحكي إحنا عن شيء اقتصادي بدنا نقدمه أو نشتريه، فهي بشوفها تجربتها جيدة. طب أصدقائي الآن انتهينا من الحديث عن هاي السماعة، تجربة كانت لطيفة جميلة. إذا عم تبحث عن شيء اقتصادي تبدأ فيه، فنعم بنصحك بهيك سماعة، لأن راح تقدم لك تقريبا كل شيء بدك إياه كلاعب، يعني من ناحية تصميم وأكيد الأداء. وننتقل للمنتج الأخير. طيب منتجنا الأخير هو هذا الكيس أيضا المقدم من جالكس، فنتعرف عليه بشكل سريع. بداية راح نشوف أنه هون عنا هاي اللوحة راح تكون من الزجاج، فبتشوف أنت كل شيء بداخله. طبعا شايفين الكيس لونه أسود. من الأمام عنا هاي المش، وفي عنا ثلاث مراوح، فمن البداية لو حبيت أنك تركب يعني ريديتر 360 جاهز من الأمام بتركب. طيب لو فتحنا هون شفنا طريقة الفتح سهلة، يعني هنا براغي نعم، لكن بشكل سريع مشايفين فيك تفكها مباشرة تطلع معك
ديروا بالكم يعني. الآن مثل ما شايفين تصميمه جايب رايح بالطول أكثر ما هو بالعرض، لكن بنفس الوقت بيوسع عندك التجميعة اللي هي عندك. رح نعمل لكم عليه تجميعة، نروح نسوي شيء للزجاج. تمام، نعمل لكم تجميعة ونحطها فيها وتشوفوا. بوسع تقريبا معظم الكروت، جربت عليه بس حطيته محط، وسعه بدون أي مشاكل. أي أيضا ماذر بورد ما عندك فيها مشكلة، لكن حسب ممكن شوي إذا يعني المبرد عندك عالي، إذا قررت تحطه من أعلى ممكن يعني شوي يضرب الماذر بورد، لكن لازم نتأكد، لأنه أنا شايف حاطين له هون فريم، ف ان شاء الله بتنحل. لكن الاهم انه في عنا من الامام بنحط بكل البساطه، وهي مروح جاهزه. من الخلف عنا او الاكزوست في عنا هون مروحه الاكزوست كمان 120، وايضا من الاسفل في عنا هذا الكفر بالنسبه للباور سبلاي، ومن هون مفتوح فبتشوف الباور سبلاي تبعك، واكيد لل يعني الهارد ديسك موجودين هون. طيب لو نشوف من الجهه الثانيه حتى ناخذ فكره عن موضوع يعني الكيبل مانجمنت والتوصيلات، فهو شيء مثل ما شايفين إيه هذا الشكل. تعمل الكيبل مانجمنت هون عندك بهذا الشكل، هون في عندك مكان للاس اس دي، هاي مكان الهارد ديسك ايضا هون، واعتقد فيك ترك تحط على اس اس دي. يعني ككيس بتشوفه من البدايه انا بشوفه مناسب، خصوصا انه يعني حكيت ممكن يوسع على تجميعتك بكل بساطه. واكيد يعني البرهان او خيره البرهان هو شو التجربه. ف رح نعمل قريبا الفيديو، رح يكون جاهز، لكم تابعين القناة حتى تشوفوا أكيد تجميعة بهذا الكيس وتجميعة تناسبكم، كونوا كثير عم تعلقوا الفترة الأخيرة على موضوع أنه بدنا تجميعة اقتصادية. إن شاء الله رح يكون فيها تجميعة اقتصادية. برجع بأكد الأعلى عنا هذا اللي هو كمان أيضا مش في عنا هون ثلاثة USB بالإضافة لكبسة الباور، كبسة كبيرة والريستارت، وأيضا في عنا منفذ للسماعة 3.5 ومنفذ للمايك. طبعا هذا مغناطيس كمان هون، فلتر كويس. هيك اصدقائي حكينا عن منتجات جالكسي موجودة عنا كلياتها، ان شاء الله حتى لو وصلنا منهم كمان شيء جديد. عم تعجبني منتجاتهم لانه عم تقدم لنا بصراحة كواليتي جيد مقابل اداء مقابل ايضا سعر، او كواليتي واداء مقابل سعر، فهذا الشيء مطلوب بظل ارتفاعات العالية للاسعار. وبس أصدقائي لا تنسوا أكيد باستمرار متابعتنا، وإذا عجبكم المقطع اعطونا لايك، وأسئلتكم استفساراتكم أي شيء عن هاي كلاتها المنتجات، وأكيد روابط إلها راح تكون موجود بصندوق الوصف، وأسعار وكل شيء محتاجين تعرفوه في حال ما ذكرت أي شيء كله راح يكون موجود. لا تنسونا باستمرار من أكيد المتابعة. كان معكم عبيدة من قناة تكتوبيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.